انا قلت الكلام ده قبل كده وما حدش يزعل مني، انتوا لقيت كل القنوات جايبه مطابخ، مطابخ المطبخ والتشيف، حد تزعلوا مني ولا ايه؟ انا غلطان يا جماعه؟ طب هاتوا لنا مطبخ من ده، حد يعمل لي المؤاخذه في كل برنامج كل يوم بيتكلم على الحكايات دي. يا جماعه انتوا بتتكلموا على الاكل، هو احنا مستنيين حد يعلمنا ناكل؟ لا احنا لا انا بتكلم صحيح والله، يعني احنا محتاجين يعني مش ممكن كده. كل ما ادور التلفزيون الاقي المطبخ ويقول لي وحاطط، انا مش ضد لحسن حد يفهمني غلط، لا والله، بس كده وكده يعني، هاتوا حاجه كده وحاجه كده. فانا اقصد اقول عشان ننقل ونقدر نغير الثقافه بسرعه لمواطنينا. بالمناسبه طب انا ممكن كنت خليت الدكتور عمرو يتكلم في الموضوع ويستقبل زي ما يستقبل وخلاص، لكن احنا بنتكلم كده وقعدنا وبنكرر وبنجيب ولسه هنتكلم تاني، عشان لازم نغير الواقع اللي احنا فيه.